من الانطلاق ديال الحملة التحسيسية للنظافة وحماية البيئة. كانت انطلاقة ديالها يوم أمس بمناسبة هذه الحملة هذه، واستطعنا أننا نجمعوا ما بين الرياضة والنظافة، لما الرياضة من أهمية بالغة في الحياة اليومية ديالنا، وبأن المساحات الخضراء والبيئة السليمة هي اللي تتشجع الناس وتتشجع المواطنين في أنهم يمارسوا الرياضة. كانت رياضة كرة القدم بما أنها تعتبر الرياضة الأولى لهذه الفئة العمرية من بعد الدراسة طبعا، واليوم عندنا الرياضة ديال التيكواندو التي تتحصل عندنا في المدينة واحد المرتبة عالية من بين رياضات فنون الحرب أو ما يسمى برياضات الدفاع عن النفس. مشكورة الجمعيات المشاركة في هذا النشاط اللي نظمته جماعة تمارا بالتنسيق مع شركة أوزون تمارا برو وبشراكة مع فعاليات المجتمع المدني. ستتخلل هذه الحملة إضافة إلى هذه الأنشطة الرياضية أنشطة عندها علاقة بنظافة الأحياء اللي غتكون على مختلف أحياء المدينة ديال تمارا، ويكون الاختتام ديالها يوم السبت المقبل بإذن الله. حنايا اليوم جينا كأطفال رياضيين باش ديال مختلف الجمعيات ديال التيكواندو باش نديروا هذا العمل التحسيسي للحفاظ على البيئة والنظافة، وكنشجعوا الأطفال باش يحافظوا على المحيط ديالهم، حيتاش دائما تتبقى الرياضة جزء من الحفاظ على البيئة. جينا اليوم كجمعية رياضية للتيكواندو باش نشاركوا في هذه الحملة التحسيسية ديال النظافة والبيئة اللي منظمها الجماعة بالتنسيق مع سميتها شركة أوزون برو تمارا، باش نحثوا الأطفال على النظافة وكل ما يخص البيئة. واليوم غيكون إن شاء الله نشاط على شكل ورشات يكون تنشيطي بما يخص الرياضة والبيئة. كنحاولوا باش نعطيو واحد الالتفاتة وواحد ليماج اللي تكون زوينة بالنسبة للمدينة. درنا التدريب اليوم غادي يكون على شكل ورشات اللي مشاركين فيه 10 ديال الجمعيات، تقريبا كاين أزيد من 300 مشارك، والهدف ديالنا وهو الوليدات يعني يستافدوا من الأطر اللي كاينين كاملين إن شاء الله. اليوم غتكون الخدمة على شكل ورشات، المدة ديال الخدمة غتكون واحد ساعتين ديال المكانة. وكنشكروا مرة أخرى الناس المسؤولين على جماعة تمارا على مثل هذا التنظيم هذا ولا هذه التظاهرة، واللي كتكون واحد الشراكة مع الجمعيات الرياضية ومع المجتمع المدني. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.